مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. السلام عليكم، اسمي صابرين محمد السيد، سني 45 سنة، وزني 115، بعاني من بعض المشاكل في السمنة، وقررت ان انا اعمل عملية. وبصراحة شفت الدكتور كريم في كذا قناة فضائية وقررت ان انا اتعامل معاه، لانه لقيته عامل حملة انه قرر ان هو يعالج فيها مرض السمنة والسكر، فقلت تمام اما اتفاعل معهم وشوف الدنيا ايه هتروح بينا لغاية فيه. فالدكتور رحب بيا وقال لي اهلا وسهلا بيكي وتشرفينا وتعالي، انا عايزه اعمل عمليه تكميم المعده مع الدكتور كريم صبري عشان ابقى راضيه عن نفسي وعن شكلي، وتعالوا شاركونا العمليه ونشوفوا بعد العمليه بقى عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. مدام صابرين 115 كيلو، احنا هنعمل لها تكميم معدة ان شاء الله، تكميم معدة بالمنظار. عملية تكميم المعدة او تحويل المسار او التحويل مع تكميم اساسي او تحويل مسار الاثنى عشر هي كلها عمليات الهدف منها انقاص الوزن. الحقيقة طبعا احنا يعني لابد من تفصيل العملية على حسب متطلبات المريض بعد اخذ التاريخ المرضي وتاريخ التغذية، واذا كان في علاجات يعني بناخدها، والسن حتى كمان، كل دي عوامل احنا بنعتمد عليها في تفصيل العملية على المريض المناسب، لأن كل العمليات ما تنفعش لكل المرضى ولا كل المرضى ينفع لهم كل العمليات. حي طبعا عملية تكميم المعدة من العمليات السهلة في إجراها، عملية بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، إقامة أقل من 12 ساعة بعد العملية، بنحرك بعد ساعتين، بنشرب بعد 6 ساعات. الريهابليتيشن أو عادتنا للعمل بعد العملية، بنقعد يوم في البيت بعد العملية وبننزل شغلنا عادي، نزول الوزن إن شاء الله نزول مؤكد ويعني نزول صحي سليم، وإن شاء الله نطمنكم على مدام صابرين بعد العملية إن شاء الله. دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي، دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوتة من عيان لعيان حسب الأوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة الى جزئين، المعدة الجديدة والمعدة المتبقية، او دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الانترم، كل ده لازم يتشال بنسبة قد تصل الى 80%. دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من اجهزة الكي Advanced Bipolar Technology، اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجود هوميستاسيس، مفيش اي نزيف، مفيش اي مشاكل، الامور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة. الخطوة الثانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه، نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه، زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي دبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقة اللي هي تكميم المعدة. احنا زي ما شفنا العملية سهلة جدا، في خلال 10 دقايق بيتم عملية التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكو عن المعدة، بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدبسات اللي احنا وريناها لكم، دبسات الامريكي، بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقة اللي احنا شفناها دي. دي المعدة اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها نطلعها. بتسألونا طبعا احنا بنطلعها ازاي، بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحة ال 2 سنتي، بيتم يعني تصغير المعدة دي، عصرها شوية وبنشفط السوائل اللي فيها، وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحية. ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي
بنعمل له اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحه. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعده نخليها عباره عن بالونه ونشوف احتماليه الدبابسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العمليه عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الانترم. المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل، امورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر يعلي الضغط شويه عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان لظروف ما بعد العمليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي صابرين محمد السيد، سني 45. قررت ان اخلص من السمنة، ساعدني الدكتور كريم صبري وقدمني العون واخدني من ضمن الحالات وعمل لي العملية. وكنت خايفة برضو زيكم زي اي حد تاني بيخاف، لكن لقيت الحكاية جميلة جميلة مفيهاش اي حاجة، كل ما عليكي بس ان انت يا دوبك تستفيقي من البنت. فقت وتمشيت على طول ومارست حياتي العادية بعد 3 ساعات، وديني قاعدة معاكم وبشركوا في اللي حصل لي مع الدكتور كريم. وبشكر كثيرا كثيرا الدكتور كريم والطاقم اللي معاه كله، وطاقم التمريض وطاقم التسويق وكل كل كل حاجه. شكرا جزيلا للدكتور كريم صبري. بسم الله الرحمن الرحيم، اطمنكم على مدام صابرين، هي عملت الحمد لله العمليه بالسلامه، عملت عمليه تكميم المعده، الهدف منها انقاص الوزن. عمليه تكميم المعده زي ما قلنا عمليه بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، ما بعد العمليه الحمد لله الافاقه كويسه جدا، الريهابيليتيشن او الاعاده للنشاط الطبيعي خلال وقت قصير جدا، الخروج في المستشفى يمكن في خلال 12 ساعه ما بعد العمليه. عايز اوصل رساله اقول ان عمليات انقاص الوزن سواء التكميم او التحويل او التكميم مع التحويل او العمليه اللي هي السيدس اللي هي تكميم تحويل مسار الاثنى عشر، هي كلها من العمليات الهادفه الى انقاص الوزن، كلها عمليات آمنة، كلها عمليات يعني مفيدة جدا في انقاص الوزن وعلاج بعض الأمراض الأخرى بنسبة شفاء قد تصل إلى 100% في السكر وخصوصا السكر من النوع الثاني. نسبة الأمان عالية جدا لأن طبعا احنا بنستخدم يمكن أعلى الحاجات في كل حاجة، مناظير هاي ديفينيشن، يمكن مستهلكات أمريكية بالنسبة للدباسات أو المستهلكات الطبية. أطقم طبية طبعا يمكن زي ما شفنا النهاردة دكاتره التخدير على اعلى مستوى، المستشفيات لازم تكون مجهزه على اعلى كفاءه يعني لاستقبال حالات السن المفرطه. يعني فان شاء الله هنطمنكم على بقيه الحالات والعمليات. يمكن عايز اوصل ان ما حدش تاخر فيها فعلا لان العمليات طبعا بتحل مشاكل قد تكون اجتماعيه، السمنه بتسبب مشاكل اجتماعيه كبيره جدا، بتسبب مشاكل صحيه كتيره جدا، بتسبب مشاكل يمكن في على مستوى العمل نفسه او الوظائف نفسها. فعمليات السمنة هي حلول آمنة لعلاج السمنة المفرطة والأمراض المصاحبة لذلك. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. مساء الفل على كل مشاهدين اتغير مع يومنا حلقة جديدة،
وساعه هنقضيها مع ماسي دورو جولد. بس قبل ما نبدا حلقتنا عايزه اقول لكل السيدات ان انت الجزء الرائع في المجتمع. انت لازم تبقي رمز الجمال والانوثه والشياكه والاناقه والحنان والعطاء وكل حاجه حلوه. وعشان تبقي رمز لده كله عشان تقدري تعملي ده كله لازم تدي وقت لنفسك، لازم تهتمي بنفسك. انا عارفه ان في سيدات كتير جدا بتشتغل، عارفه ان في سيدات كتير جدا عندها مسؤوليات، ممكن تكون بتصحى من الصبح من الساعه 6 الصبح تلبس ولادها وتوديهم المدارس وتروح على شغلها وترجع تجيب ولادها من المدارس وتعمل الاكل وتقعد تذاكر للولاد، ويوم طويل جدا جدا من الـ يعني ايه اقول لكم، هي مش معاناه، هو واجب، بس هي بتحس ان هي يعني نسيت نفسها في ظل الظروف دي كلها. لذلك انا بشوف سيدات كتير جدا بعد الزواج والانجاب بيهملوا في نفسهم وبيتغيروا، ما بيبقاش عندهم الروح الايجابيه بتاعت قبل الجواز، تلاقيها مهمله في نفسها وبيبان وواضح عليها على فكره، وده يمكن بيبقى سبب كبير جدا من يعني من اسباب المشاكل الاسريه اللي بتحصل. لازم تدي وقت لنفسك ولو 10 دقائق في اليوم ولو ربع ساعه في اليوم ان انت تدلعي نفسك، يعني ببساطة شديدة جدا ان انت تتجملي لنفسك مش لأي حد، لنفسك اولا، لانه انت لما تبقي شايفة نفسك جميلة ده اكيد هيديك ثقة في نفسك بشكل كبير جدا، وهينعكس على تعاملاتك مع كل الناس المحيطة بيكي سواء في بيتك مع زوجك مثلا او مع اولادك او مع شغلك. مش عاوزة أي واحدة بعد الجواز والخلفة والشغل تنسى نفسها وتقول طب أنا أعمل إيه، طب ما أنا أنتوا شايفين حياتي عاملة إزاي، مفيش وقت، هعمل إيه. لا، يعني لازم نهتم بنفسنا ولو بقدر بسيط جدا. أنا ما بقولش روحي اعملي وسوي، أنا بقول حاجات بسيطة جدا. وبما إن إحنا بنتكلم عن ماسي النهاردة، يمكن ماسي دورو جولد يعني عمل طفرة كبيرة جدا. كريم ماسي دورو جولد أصبح دلوقتي هدف كل السيدات، كل الستات عاوزة تجربه، يعني اللي ما جربوش نفسها تجربه، واللي جربته مبسوطة وسعيدة بيه جدا، لأنه أولا وفر علينا كتير، يعني وفر علينا إن إحنا نعمل حاجات كتير ونعمل مجهود ونحط حاجات كتير، ويمكن نروح لدكاترة كمان، دكاترة التجميل، لأنه بيعالج معظم، خلينا نقول معظم مشاكل البشرة المختلفة، وبيدي للواحدة الرونق واللوك اللي هي عايزاه. لذلك هو أثبت نجاح كبير جدا جدا في الفترة الأخيرة، وبقى حديث النساء في كل التجمعات النسائية والرجال كمان، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة مع ضيوفي الأعزاء اللي منوريني في حلقة النهاردة. دكتورة دينا أبو السعود المدير الطبي لشركات ماسي فارم، يا أهلا يا دكتورة دينا. ازيك يا يمنى؟ الحمد لله. ودكتورة حنان الحسيني المدير التطويري لشركات ماسي فارم، يا أهلا يا دكتورة حنان. يا يمنى يمكن يا دكتورة دينا الستات بعد الجواز يعني بتتغير شوية، تحس ان بيبان عليها السن، بيبان عليها التعب المجهود، بتنسى نفسها بقى، معرفش بتهمل في نفسها، وبعد كده تيجي تشتكي تقول لك ايه ده الراجل معرفش بيبص فين ولا بيعمل ايه ولا بيقول لي كلام ايه، يعني هي بتبقى سبب في ده، صح ولا غلط؟ كتير قوي بشوف سيدات يا يمنى بعد الجواز شكلهم بيبقى اكبر حتى من سنهم، بيبقى عندهم فعلا مشاكل وعندها بقى مسؤوليات كبيره جدا، تبقى قبل الجواز مهتميه بشكلها قوي، بعد الجواز تقول لك خلاص انا اتجوزت. ايه انا اتجوزت؟ خلاص. يعني ايه انا على فكره انت اتجوزتي، يعني انت بدات حياه حلوه جدا، حياه جميله جدا مع شريك حياتك اللي انت اخترتيه، فلازم تبقي حلوه لنفسك وليه. صح ولا غلط؟ صح، لان هي كتير بتقول لك خلاص بقى انا اتجوزت وعملت اللي انا عايزاه وخلفت، بتبقى كل اولوياتها لزوجها واولادها، ما عنديش مشاكل، ده فعلا بتبقى اولويات مهمه قوي، بس في اولويات كمان مهمه اللي هو شكلك وجسمك، ما تسيبيش نفسك للتخن بعد الجواز، ما بتسيبيش نفسك لوش مش حلو او شعر مش حلو، فلازم تفضلي ايقونه في الجمال. صح. قدام زوجك وقدام المجتمع وقدام نفسك قبل اي حاجه. ماسي بقى حقق للستات كتير قوي يا دكتوره دينا الحاجه اللي هم المعادله اللي هم كانوا مفتقدينها، ان هي عاوزه حاجه تحليها. صح. وتجملها من غير ما تحط 500 حاجه على وشها او تنزل تروح مكان مثلا او مركز للتجميل.
عمل طفرة كبيرة جدا. صح صح، وسهل لستات كتيرة قوي يا يمنى. يعني قبل ما ماسي دروجولد ينزل الماركت على طول بقول فعلا ماسي دروجولد عمل طفرة في عالم التجميل. ماسي دروجولد السهل الممتنع، ازاي تقدري حلوة وما تخافيش من علامات التقدم في السن، فقط مع كريم الامثل لكل علاج كل علامات التقدم في السن اللي هو ماسي دروجولد. لانه فعلا مع ماسي دروجولد انت مش هتخافي من الزمن، الزمن بيبان على الوش وبيبان على الرقبة وبيبان على البشرة. مع ماسي دروجولد هتعجزي بذكاء. ازاي ماسي دروجولد عمل طفره كبيره قوي دي، ان هو الوحيد اللي قدر يعالج معظم مشاكل البشره اولهم التجاعيد. ناس كتير وسيدات كتير بتعاني من التجاعيد، ماسي دروجولد الحل الامثل لعلاج التجاعيد. البقع، الهالات السوداء اللي مش بس الستات الكبار اللي بتعاني منها، بنات من سن 18 سنه بتلاقي تحت عينيها غامق جدا. فطبعا وكمان بيديكي نضاره وحيويه للبشره. مع ماسي دروجولد لو استخدمتيه كل يوم مش هتحتاجي بعد فتره تحطي ميك اب اطلاقا، هتلاقي وشك كله نضاره حيويه، مفيش هالات سوداء. طبعا ماسي دروجولد بيعمل ترطيب في البشره، فهو بيشتغل از انتي ايج، يعني بنستخدمه من سن 18 سنه عشان ما نعجز، ما يبانش علينا علامات التقدم في السن. طبعا ماسي دروجولد غني بالكولاجين وغني بالفيلر، الفيلر بيعمل ترطيب عالي وبيعالج التجاعيد، وكمان غني بماده مهمه جدا اللي هي السيراميد. السيراميد من اهم مكونات ماسي دروجولد. طبعا جزيئات الذهب انا ما قلتهاش لان خلاص ماسي دروجولد تعرف بجزيئات الذهب والذهب قد ايه مهم للبشره. السيراميد لا يقل اهميه، انت عندك دكتور اوز بتفرج عليه على طول في التلفزيون واقرا عن ابحاث، لان هو من الدكاتره التجميل المهمين جدا في العالم. طبعا عمل ابحاث عن السيراميد. السيراميد من اقوى العناصر اللي تقدر تصغر في سن بشرتك شكليا 10 سنين. يعني قولي يعني ايه يا دكتوره دينا لما استخدم ماسي دروجولد شكل هيبقى اصغر؟ يعني انتوا الشعار بتاعكم ان انت لما تستخدمي ماسي طبعًا شكلك هيصغر في السن 10 سنين. فهي الفكره اكيد مدروسه، يعني الموضوع طبعًا مدروس. طبعا يعني ايه اصغر 10 سنين؟ يعني لو انا دلوقتي بتصور صوره ومن 10 سنين شفت صوره تانية ما بستخدمش ماسي، هتلاقي في الصوره بتقعدي تعملي فلترنج للهالات السوداء. هي كل البنات دلوقتي بقت تعمل موضوع الفلتر ده، وتقعد تعمل مش عارفه. وعايزه اقول ايه يا جماعه، طب يعني انا نفسي كده على البحر، على البحر يبقى من غير حاجه ويتصوروا من غير فلتر ولا اي حاجه خالص. فعلا هو هي دي البشره، هي دي البشره. وعلى فكره الفلتر بيبين الوش سايح اصلا، مش ما بتبقاش الصوره فيها روح. الحلو ان تبقى الصوره فيها روح، وطبعا اهم من الصوره الحقيقه. طب انت هتقعدي تعملي فلتر للرينكلز والهالات السوداء والحاجات دي كلها، طب والحقيقه بقى؟ طب والحقيقه بقى بتنزلي بتروحي شغلك، بتنزلي بتقابلي المجتمع، بتشوفي اصحابك، قدام زوجك لازم يبقى عندك ثقه بنفسك. الثقه بالنفس والكاريزما العاليه جدا فقط بالكريم ماسي دروجولد اللي عمل طفره كبيره جدا في عالم التجميل. طيب اذا ماسي دروجولد معنى ان انت لما تستخدميه هتصغري في شكلك 10 سنين، انه هيعالج لك معظم مشاكل بشرتك، والمشاكل دي هي اللي بتخلي شكلنا اكبر. مزبوط. اكيد يعني مزبوط. يعني شويه هالات سوداء اكيد هيخلوا شكلنا اكبر بكتير. طبعًا. شويه خطوط هيخلوا شكلنا اكبر مزبوط. بكتير مظبوط كده تمام صح. طيب الذهب، الذهب من يعني المكون الاساسي يمكن في ماسي. ويمكن انا الفتره اللي فاتت شفت كميه حاجات مأكولات ومشروبات وحاجات غالية جدا جدا بجد، يعني فيها عشان فيها مثلا حتة ذهب قد كده، او يعني عارفة هما بقوا يدخلوا فعلا الذهب في الحاجات الهيلثي، وهما بيقدموها على ان الحاجات دي حاجات صحية على فكرة. صح. صح. يعني اي حاجة فيها بتتاكل او بتتشرب بيقدموها على ان هي حاجات صحية. مظبوط. طالما فيها ذهب، تخيلي بقى ماسي انت تقولي لي بقى اخبار الذهب اللي فيه ايه. مظبوط، هو فعلا ماسي دروجولد يا يمنى بيحتوي على جزيئات الذهب اللي هي الجولد بارتيكلز عيار 23، يعني مش ذهب عادي من اللي انت بتقولي عليه ده، لا ده جزيئات يعني بارتيكلز، لو هي تيجي على الشاشه بارتيكلز او جزيئات كبيره عيار 23، ده اللي بيخلي ماسي دروجولد ليه قيمه كبيره جدا جدا في علاج التجاعيد وعلاج جميع عيوب البشره. كمان عايزه ادي كومنت يا يمنى على الحته اللي انت قلتيها انه العيوب من الخطوط والكلام من ده، لا ده كمان ماسي دروجولد بيعالج عيوب فعلا او مشاكل زي الكلف. ماسي دروجولد بيقدر يعالج النمش، كمان بيقدر يعالج شحوب الوجه، او ان البشره يبقى شكلها ما فيهاش عيب بس يبقى شكلها شاحب. فعشان كده ماسي دروجولد بيقدر يعالج، يعني احنا بنسميه ان هو كورس علاجي متكامل للبشره، علاجي تجميلي وقائي. خلينا نتكلم على كلمه علاجي، ان احنا قلنا زي ما بنقول بيعالج دايما الكلف، النمش، الهالات السوداء، بيعالج
بيعالج شحوب الوجه، وتجميلي ان هو بيعالج التجاعيد او علامات التقدم في السن، وده اللي بيخلي ان احنا نقول ان ماسي دورجولد بتخلي شكل البشره اصغر شكليا 10 سنين. ووقائي يا دكتوره حنان، وقائي بيحمي جدا انه ما بيكونش تجاعيد جديده، وقايه من التجاعيد ومن الخطوط الرفيعه، ووقايه طبعا ان انا بحافظ على بشرتي ان يجي لها اي هالات سوداء، يجي لها اي مثلا غمقان، تصبغات جلديه، بقع دكنه، الحاجات دي كلها بيديني وقايه لان ماسي دورجولد بيدي وقايه للبشره. فدايما بنقول الثلاث كلمات علاجي تجميلي وقائي. يعني معنى كده انه انا لازم استخدم من بدري، عشان في بنات كتير بالزبط. صغيره بتبعت لي في السن 20ات و25 بالظبط عاوزين يستخدموه ويقولوا لك بس احنا لسه صغيرين على الكلام ده. ده بالعكس، ده احنا كل ما بنستخدمه في بدري يا يمنى بنحل المشكله، بتبقى باسرع، فبالتالي الشكل الوجه بيبقى احسن. يعني من سن 18 سنه هتقولي ده سن صغير، هقول لك لا، الفتره اللي قبل 18 سنه دي فتره المراهقه، بيبقى فيها حبوب شباب، فبتسيب اثار، الاثار دي بتسيب لون اللي هي البقع، فدي بيقدر ماسي دورجولد يعالج اثار حب الشباب اللي سايبه لون. كمان بيقدر يعالج الكلف، بيقدر يعالج النمش، ودايما بنبه ان اي مشكله يا جماعه حلها في الاول اسهل بكتير جدا من لما استنى سنين وابتدي حلها. صح. فنلحق دايما. يعني هو يعالج اثار الحبوب بس مش الحبوب النشيطه. لا هو بيعالج اثار حب الشباب، وغالبا اثار حب الشباب دي عند يمكن 70% من الشعب المصري بيسيب لون وبيفضل لفتره طويله في الوجه بقى ما بيتشالش. يعني جربي بقى كريمات، جربي. فبيقدر ماسي دورجولد انه يعالج اثار حب الشباب اللي سايبه لون، دي بتبوظ تماما شكل البشره. بيقدر يعالج الهالات السوداء يمنى، بيعمل تاثير جميل جدا جدا مع الهالات السوداء. عايزه اقول لك ان احنا تقريبا 80% من السيدات الرجال بيبقى عندهم هالات سودا. فماسي دورجولد الكورس العلاجي متكامل لمدة 6 شهور بيقدر يعالج تماما الهالات السودا. عايزين نقول بس حاجة مبسطة كده، ازاي بيعالج الهالات السودا؟ الهالات السودا والتصبغات الجلدية والبقع الدكنة، الثلاثة دول غمقان. بيختلف بقى نوع الغمقان، سواء كان تحت العين او مثلا حوالين الفم، او مثلا ساعات هنا بيبقى فيه الغمقان مثلا من علامة الصلاة، ساعات بتطلع عند ناس. بتطلع للسيدات على فكره، بتطلع للسيدات شكلها مزعج جدا. الكلف، النمش، الحاجات دي كلها بيبقى فيها غمقان. هقول لك العلاج بتاع الغمقان او الميكانيزم اللي حصل للغمقان ده. هل هو في ماده معينه اصلا بتشتغل على الغمقان؟ طبعا الذهب بيبيض جدا جدا يمنى، عندك الكافيار بيبيض جدا، الهايلورونيك اسيد بيدي نضاره وحيويه للبشره، في ماده اسمها الدايميثيكون. كل في ماسي دورجولد في 56 مكون، منهم اكتر من 10 مكون بيقدروا ان هم يبيضوا لون البشره، بيعالجوا التصبغات الجلديه والغمقان. اللي ناتج عن ايه؟ ناتج عن ان في صبغه عندنا في الجلد اسمها الميلانين. الميلانين لما بتزيد عن مستواها الطبيعي بيحصل الغمقان. فماسي دورجولد بفضل ال10 مكونات اللي من ضمن 56 مكون موجودين بيقلل صبغه الميلانين، بيرجعها لمستواها الطبيعي. وده السر، ان في ناس كتير يسالوا يقول لك مثلا انا لما استخدم ماسي دورجولد وعالجني وخلاص بعد 6 شهور هل الغمقان ده هيرجع مره ثانيه؟ لا، انت الميلانين عندك او صبغه الميلانين ظبطتيه تاني لحد مستوى الطبيعي، في عمره ما هيطلع تاني او يرتفع ويعمل تصبغات الجلديه. طيب نروح لتقرير ونرجع نكمل كلامنا مره تانية. ماسي دورجولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورجولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورجولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار، والكولاجين، والهايلورونيك أسيد، والسيراميد، المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورجولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورجولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورجولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورجولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورجولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورجولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورجولد خالي تماما من مشتقات الخنزير، منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورجولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing,
نايسرينج اند فيس ليفتنج. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، لانه بيساعد على استعاده نضاره الوجه لتبدو اصغر سنا بعشر سنوات. From the first apply of Masi Doro Gold, your skin will look radiantly softer and firmer. ماسي دورو جولد احد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم ايطالي ومقرها سان مارينو ايطاليا، ماسي فارم ايجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. دكتورة دينا، هل بقى في اوقات مناسبه او في تكنيك للاستخدام، بما انه ماسي منتج فخم وغالي، ويمكن يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي الناس بتاخدها عليكم ان هو غالي شويه، فهل في تكنيك للاستخدام او طريقه، او انت عارفه احنا قبل كده كنا بنقعد نجيب 500 حاجه ونحط ايه قبل ايه وايه مع ايه عشان يعني الموضوع يبقى، دلوقتي مفيش الكلام ده، بقى هو حاجه واحده بس بتحل المحل ده خالص. وعايزه اقول التكنيك، بس عايزه اقول قبل التكنيك، ال 500 حاجه دول لو الكوست بتاعهم على فكره دبل وتريبل من كريم ماسي. هما بيقول لك ايه، كريم ماسي غالي عشان علبه واحده. العلبه دي فيها 56 مكون، اكنك اشتريتي خمسه. العلبه دي فيها الحاجات اللي كنت بتحطها كلها في علبه، واكتر مش بس اللي احنا بنحطه السيريم وتحت العين والدي كريم والنايت كريم، فيها كل المكونات دي واكتر في عبوه واحده. فانا مع الناس انه غالي، انا ما قلتش انه مش غالي، بس ماسي دورو جولد كله ذهب يا يمنى، كله كافيار. الكافيار لو انت قاعده في مطعم بتتحاسبي بالجرام، بالمعلقه. أيوة. باللحسه كده، صح كده اهو. أيوة. صغيره خالص. فتخيلي ان ماسي دورو جولد العبوه دي كلها فيها كافيار، كل ملي. يعني بيقول لك طب الذهب مش هيتراكم تحت، لان الذهب البارتكلز اتقل. ماسي دورو جولد ليه سر تركيبه مش موجوده في اي كريم تاني في العالم، ان هو سسبنشن، ان كل ملي في فيلر. طبعا احنا دلوقتي لو اتكلمنا، انت عارفه الفيلر غلي جدا. المنتجات المستورده غليت، والفيلر ملي واحد بقى سعرها الدبل. انت عندك 120 ملي كلها فيلر، كلها كولاجين، سيراميد، جزيئات ذهب، كافيار. فعشان كده طبعا ماسي دورو جولد غالي، بس لو جينا فكرنا يعني بعقلنا، لو اتحسبت كده هتلاقيها سعرها اقل من جميع المنتجات التانية اللي كنا بنستخدمها يوميا. ماسي دورو جولد السهل الممتنع، نستخدمه صباحا ومساء. بنضغط اربع ضغطات على حسب كل واحد مساحه وشه والرقبه غير الثانيه، اربع ضغطات على كف ايدينا. ومهم قوي التوزيع، يعني احنا نبتدي ننقط في الوش كله. ايوه مهم قوي، والرقبه ما ننساهاش، هي على الشاشه معانا. وتحت العين، هو مناسب جدا تحت العين عند العظمه والقوره. اهم حاجه ان احنا نعمل مساج من تحت لفوق، الخدود من تحت لفوق، الرقبه من تحت لفوق. اول ما ماسي دورو جولد بيلمس الوش بتحسي بشويه سخونيه. طبعا كل ناس كتيره قوي 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 بتستخدمه. وعارفه اللي انا بقوله، انا دلوقتي بخاطب الناس اللي لسه هتشتريه وعايزه تعرف ايه تاثيره من اول دهنه. بتشوفي نضاره تحفه، بتشوفي لمعان ونضاره من اول دهنه. عشان كده حتى العلبه مكتوب الفيرست ابلاي. هل انا بشوف نتيجه؟ بتشوفي نتيجه من اول دهنه، بس ما بتكلمش في تجاعيد، ما بتكلمش في هالات سودا، دي هنلاقي تحسن ملحوظ اول شهر. لكن النتيجه الاون ذا سبوت، اول ما بتحطي ماسي دورو جولد بتشوفي نضاره حلوه جدا. نستخدمه صباحا ومساء. نضاره يعني يا جماعه نور كده في الوش، تحس ان وشكم حلو وحلو وفي صحه. وفي صحه، في صحه وفي كاريزما. يعني الوش ممكن يبقى زي البنت زي القمر، مطفيه، ما بيبقاش عندها كاريزما. لكن النضاره بتلاقي الوش كده صحي وعامل زي وش البيبيهات يعني. ممكن نستخدمه صباحا ومساء. عندي عملاء كتير بيستخدموه مساء بس، انا بستخدمه مساء بس. وناس كتير برضو بتحب تستخدمه مساء بس، لكن لو هنستخدمه مره واحده اكيد بفضل بالليل اكتر من الصبح، لان سرعه استجابه البشره بالليل بتبقى اعلى كمان من الصبح. يعني انا يمكن في ليا زميلات كتير عزيزات اعلاميات، يعني انا احب اعرف رايهم. يعني انا دايما بما انه انا بتكلم عن ماسي دايما، فاحب اعرف راي الناس وبسال يعني بصراحه. حلو معي انا شخصيا، حلو معايا جدا. فبسال بقى زميلاتي، مؤخرا اخذته زميله عزيزه، انا مش عايزه اقول لك هي منبهره
طبعا وحياة ربنا منبهرة، بتقول أنا منبهرة كده. أيوه. بتقول لي إيه ده. وبعدين يعني إحنا معظم السيدات، معظمنا يعني، وخاصة اللي بيشتغلوا في المجال الإعلامي بيبقوا إيه، نمكيين شوية يعني، مفيش أي حاجة بتعجبهم. مفيش أي حاجة بتعجبهم بسهولة. فلا هو فعلا ماسي حلو يعني، طبعا من المنتجات الحلوه فعلا ان الواحد اللي الواحد جربها في حياته يعني. والحلو اللي فيه كمان يا يمنى فعلا في اعلاميات كتير بيستخدموه، مش مقتصر فقط على الاعلاميات. ما هو انتوا بيتقال انتوا بتوع طبقه بقى لا خالص، وعايز اقول لك في اعلاميات كتير بيستخدموه، اعرفهم شخصيا بيقول لي يا دينا احنا ما بقيناش نحط طبقات الميك اب عشان الاضاءه، بيحطوا طبقه خفيفه قوي. لكن هو مش مقتصر فعلا على الاعلاميات او فنانين، ده هو موجود في كل حتة. يعني دكاترة كتير بيستخدموه، صحابي وزمالي وصيدلانيات وكمان سيدات مش عاملات. يعني هو مهم جدا للسيدات العاملات ان هما ممكن مبقاش عندهم وقت ان هما كل 4 شهور ينزلوا ويعملوا يروحوا مراكز تجميل. لا سيدات كمان مش عاملات بتستخدمه. وعطوا بقول مهم قوي ان الست القاعدة في بيتها ربة منزل تهتم بنفسها. يعني مش معنى انك انت ما بتخرجيش كتير ما بتنزليش لشغلك يبقى انا اسيب نفسي. لا، عندي عملاء من جميع الانحاء. وكمان ببسط قوي يا يمنى ان بنتكلم على ماسي وعلى قدرته في تجميل البشره، لكن بتبقى سعادتي اكتر لما بشوف العملاء بيكلموني يقولوا لي ايه ده، يعني ايه الكريم، ازاي حصل كريم قدرتوا تعالجوا فيه كل المشاكل دي. ومش بس في مصر، بيجي لي تليفونات من كل انحاء العالم على صفحات الفيسبوك، انا ادمن على صفحات كتير، بشوف انتشار رهيب. عندي امريكا كتير، عندي فرنسا، اوروبا، دول الخليج معظمها. فطبعا ماسي دروجولد عمل طفره كبيره جدا في عالم التجميل، والوحيد القادر اللي يقدر يعالج كل علامات التقدم في السن. دكتوره حنان، هو يمكن في ناس كتير من اللي بيسمعونا دلوقتي يقولوا يا جماعه انتوا يعني ايه كريم زي ايه كريم، ايه اللي هيخليه مختلف يعني؟ يعني ايه المختلف فيه؟ ايه اللي اعتمدته حتى في يعني الكيميائيين اللي صنعوه اعتمدوا على ايه وهم بيصنعوه؟ ركزوا في ايه؟ انتوا كان ليكم مشاركات، فكرتوا في ايه يعني؟ يعني عشان توصلوا الناس لان هم يبقوا مبسوطين من النتيجه بالشكل ده. تمام. هو كريم ماسي دروجولد يا يمنى الوحيد اللي بيحتوي على 56 مكون من اغنى المكونات، من اكتر المكونات افاده للبشره. اتكلمنا على جزيئات الذهب. الجميل كمان في ماسي دروجولد ان ممكن حد يقول لك لا ممكن جزيئات الذهب ده بيقولوا اي كلام او كده، لا ده احنا لما بنفتح ماسي دروجولد بالظبط، لسه كنت بقول لك يعني بالظبط، اول ما نفتح ماسي دروجولد بنلاقي سيرتيفيكت جارانتي او شهاده ضمان من المصنع في ايطاليا ان ماسي دروجولد متصنع من جزيئات الذهب عيار 23. ماسي دروجولد فروم اي تو زد، من الالف للياء، متصنع في ايطاليا. المواد بتاعته كلها، الخامات كلها ايطاليه. الكيميائيين اللي صنعوا ماسي دروجولد او الساينتست هم ايطاليين، المصنع نفسه كان في ايطاليا. ففعلا احنا فخورين جدا ان منتج عايزه اقول لك موجود في مصر بالجوده دي، بانه بيحتوي على 56 مكون. وطبعا العلبه هي مكتوب عليها طبعا المكونات. بالظبط، يعني الانجريدينتس ال 56 مكون طبعا. هي مش هتبان قوي، مش هيبان، هي مكتوبه، هي مكتوبه النص صفحه دي شويه كتير دول. هي دي المكونات، دول ال 56 مكون. عايزه اقول لك يا يمنى فيهم مكونات كلها، يعني الواحد بس، المكون الواحد بس قد ايه بيبقى مفيد للبشره. جزيئات الذهب لوحدها بتدي نضاره وحيويه، وبنسميها اكسير الشباب الدائم. الكافيار كل يوم بنحط ذهب على وشنا، كل يوم، احنا كل يوم بنحط ذهب. بالظبط. والجميل كمان في ماسي انه الضغط هو معمول بتقنيه اللي هي البامب، اللي هي زي ما انت شايفه كده الضغط. كل ضغطه، لا مش بنفتح دي ما بتهدرليش الكميه دي، نمره واحد. بلس ان كل ضغطه من ماسي دروجولد هيبقى فيها ال 56 مكون، مش محتاجين نروج، مش محتاجين اي نروج. بصي هو لو الكاميرا حتى جت فيه تخلص الازازه اساسا يا دكتوره نجرب. فعايزه اقول لك انه بيبقى فيه عروق ذهب، العروق دي بتضمن ان انا عندي الذهب موجود في نص الازازه وفي اول الازازه، مش نازل تحت. متوزع بالظبط. فكل ضغطه من ماسي دروجولد فيها ال 56 مكون اللي بنتكلم عليهم. كمان بنقول ان ماسي دروجولد معمول بتقنيه اسمها النانو تكنولوجي، ودي تقنيه مهمه جدا. الساينتست او العلماء اما جم يصنعوا ماسي عشان يضمنوا اعلى استجابه للجلد لماسي دروجولد، انه يستفيد بقى بال 56 مكون بتوع ماسي دروجولد من لما ادهنوا على بشرتي، عملوه بتقنيه النانو تكنولوجي. التقنيه دي معناها ايه؟ معناها ان انا ال 56 مكون بتوعي مطحونين تماما. يعني ايه؟ يعني هقول لك على حاجه، لما الحاجه تبقى مطحونه قوي بيبقى استجابه الجلد بالظبط بتبقى عاليه
جدا. وده فعلا لما سالت صحابي انا عارفه يعني انا شخصيا عارفه وبستخدمه بس انا بقول لك انا بحب اسال لما سالتهم قالوا لي بيتشرب بسرعه بالزبط. جدا بالزبط. جدا ولما بنقوم الملاحظه انه لما بنقوم الصبح بنغسل وشنا احنا لسه وشنا حلو مترطب مش ناشف بالزبط. لانه صاحبتي دي بشرتها جافه جدا فقالت لي انا حطيته بشرتي شربته حسيت انه اتغذت بيه كله بالزبط. قمت من النوم غسلت وشي الصبح عادي لسه بشرتي حلوه ناعمه صح ده اللي بنقول عليه ان هو من اول استخدام بيدي نضاره وحيويه اول ما بنستخدمه من اول مره يومنا بيديني نضاره وحيويه الوش بينور بلس ان تقنيه النانو تكنولوجي بتنفع لجميع انواع والوان البشره يعني في ناس تقول لك انا خايفه مثلا انا بشرتي دهنيه البشره الدهنيه ممكن يسيب الاثر الدهني ده اللي بيبقى شكله مش حلو خاص الوش بيبقى مزيت لا ماسي دروجولد بيقدر الجلد يمتصه كويس جدا ما بيسيبش اي اثر دهني على البشره بلس انه بيدي لجميع انواع البشره النضاره والحيويه الاشراقه بتاعه الوجه اللي بنلاحظها من اول استخدام يعني انا لو بشرتي حساسه زي ما معظم الناس بتقول ان بشرتها حساسه ممكن تكون بشرتها بتتاثر مثلا بالشمس ممكن تكون بشرتها بتتاثر ممكن في واحده تقف بتعمل اكل بشرتها تتاثر عادي دي بشره حساسه لو كانت اي حاجه بشرتها تتاثر مثلا حطت بيرفيوم بشرتها في طبعا بشره طبعاً حساسه طبعا فعلى اختلاف انواعهم بقى في ناس تقول لك انا بشرتي حساسه طب انا بشرتي دهنيه طب ده انا بشرتي جافه كل دول بيسالوا طب هو كريم واحد هينفع معانا كلنا طبعا طبعا لان ماسي دروجولد زي ما بنقول هو مش زي اي كريم عادي يومنا هو بيحتوي على 56 مكون من اغنى المكونات اللي مختبر يعني كل احنا فضلنا 5 سنين قبل ما نصنع ماسي دروجولد فال56 مكون تم اختبارهم على جميع انواع والوان البشره يعني اتعملت اختبارات بالظبط يعني ودي اهم حاجه ان انت عندك 56 مكون كل مكون اتعمل اختبار على جميع انواع والوان البشره فلقينا ان هو فعلا بيدي نتيجه هايله جدا جدا وبيدي نضاره وحيويه بيعالج التجاعيد وده السر اللي احنا بنقول بعد استكمال كورس ماسي دروجولد ما بنحطش ميك اب بنبقى يعني خلاص انت بشرتك احنا الميك اب اصلا بنحطه ليه عشان يداري عيوب البشره ويداري العيوب لو عندك غمقان هنا مش عارف هالات سودا حبوب اثار حبوب بقع دكنه كل المشاكل دي كلف نمش فبعد استخدام ماسي دروجولد انا بلاقي ان بشرتي بقت بيرفكت بقت يعني مش محتاج مكتمله بالظبط بنسبه 100% فانا مش محتاجه ان انا استخدم ميك اب غير لو ميك اب خفيف روج ماسكرا الكلام ده كله طيب. فده طبعا عايزه اقول لك بيدي نتيجه هايله جدا جدا مع جميع انواع والوان البشره وفي ناس تسالنا كمان البشره الخمريه طب البشره البيضاء طب البشره السمراء الحاجات دي كلها فاحنا بنقول ان زي ما قلنا في الاول ان ماسي دروجولد هو كورس علاجي متكامل للبشره فبنقول علاجي دي اكنه علاج للبشره فما بيفرقش يعني بين انواع والوان البشره بالظبط يعني لون البشره ده مهم جدا لان فعلا في ناس كتير خاصة الموديل اللي موجودة بشرتها احنا جبنا كمان موديل سمراء بيضة وسمراء عشان في ناس بس يعني يقولك ايه طب السمراء هتفتح السمراء هتفتح بصي هي بتبقى اغمقت نتيجه لاشعه الشمس مثلا او عندها غمقان بقع غامقه لكن هي مش هتفتح هي مش واحده سمراء خالص تفتح تبقى بيضه لا هتفتح اللون اللي اتولدت بيه اللي هو اللون تمام الاصلي تمام بتاعها بفضل بقى العوامل التعريه اللي عندنا التلوث الشمس الحاجات دي كلها بيحصل الغمقان فبيقدر ماسي دروجولد انه يصلح تماما اي غمقان موجود ويرجع لون البشره الاصلي اللي احنا مولودين بيه يمكن يا دكتوره دينا في ناس كتير قوي او شريحه كبيره يعني احنا اتكلمنا عن الميك اب بس عاوزين نتكلم على الناس بقى اللي هي ايه اللي عدت مرحله الميك اب يعني في ناس بتحط ميك اب وفي ناس عدت المرحله دي شويه ان هي بتروح تعمل بوتوكس وفيلر ومعرفش ايه في وشها وحاجات كتير قوي صح يعني الناس دي برضو بتبقى بيكي قوي بيسالوا ده بيتعارض مع اللي احنا بنعمله ولا هو هيغنينا عن اللي احنا بنعمله ولا ايه نظامه بالظبط ماسي دروجولد لا يتعارض اطلاقا مع حقن الفيلر والبوتوكس وحتى الخيوط طبعا في المشكله ان ممكن سيده يبقى عندها تجاعيد وسابت المشكله دي فتره وسنين التجاعيد بتبقى عميقه جدا فعلى طول بقول مع التجاعيد العميقه بنحتاج حقن فيلر وبوتوكس لكن لازم وعلى طول بنصح ان احنا نستخدم ماسي دروجولد مع حقن الفيلر والبوتوكس طيب انا دلوقتي حقنه فيلر وبوتوكس ايه اللي يخليني استخدم ماسي ماسي دروجولد غني بمكونات مش موجوده في حقن الفيلر والبوتوكس لا الدهب موجود في الحقن والدهب مهم جدا للبشره
لا الكافيار موجود في الحقن، لا السيراميد موجود في الحقن، في مكونات كتيره جدا البشره محتاجاها زي ما هي محتاجه الفيلر والبوتوكس. فانا على طول بنصح باستخدام الفيلر والبوتوكس مع حقن، باستخدام ماسي دروجولد مع حقن الفيلر والبوتوكس، لانه بيعزز مده الحقن وبيطول مفعول الحقن، وهو فعلا مكمل للفيلر والبوتوكس. هل ماسي دروجولد يغنينا عن حقن الفيلر والبوتوكس؟ بيغني في حالات ان التجاعيد سطحيه، بيغني تماما وبيعالج التجاعيد السطحيه تماما. عشان كده بقول يا جماعه ما نستناش التجاعيد تطلع، لان طبعا انت وانسنك حقنتي فيلر وبوتوكس لازم بتستمري عليه على طول، على طول طبعا، كل 6 شهور. وممكن لو سيده مثلا مدخنه او شيشه او كده، الكولاجين والفيلر بيتكسر مع التدخين، فممكن تلاقي نفسك بعد الشهر الثالث بتلاقي انك انت محتاجه تاني. فعلى طول بقول ماسي دروجولد بيغني عن الفيلر والبوتوكس في حالات التجاعيد السطحيه، مع التجاعيد العميقه بيحسن جدا المفعول الفيلر والبوتوكس. ولو انا عندي تجاعيد عميقه، في ناس كتير مش عايزه تحقن فيلر وبوتوكس وعندها تجاعيد عميقه، بيحسن الشكل بنسبه كبيره جدا. فلا يتعارض اطلاقا مع الفيلر والبوتوكس، ولا يتعارض حتى مع الخيوط، بالعكس نستخدم ماسي دروجولد مع كل هذه التقنيات التجميليه. طيب هو في ناس كتير هتقول لك دلوقتي ايه، طب ما هو الفيلر والبوتوكس بيتعمل كل 4-5 شهور مثلا. طب انا ماسي هستخدمه مثلا 4-5 شهور برضو، ده الكورس بتاعه. طب البوتوكس والفيلر نتيجتهم بتخلص طبعا وبترجع على الوش تاني، هل ماسي نتيجته برضو بتخلص نفس الفكره وبيرجع الوش تاني؟ هو ماسي دروجولد بيكفي مش بقى 4 شهور، ده على الاقل يومنا 6 شهور اقل حاجه. ايه الفرق بين الفيلر والبوتوكس وماسي؟ انك انت مع حقن الفيلر والبوتوكس بتلاقي نتيجه التجاعيد اون ذا سبوت، في ساعتها بتلاقي طبعا اختفت. لكن انت بتحقني الملي بتاع الفيلر تحت الجلد بكميه كبيره جدا، انت كل يوم التركيز بيقل، الكونسنتريشن بيقل. فبعد شهر شهرين ثلاثه لا بتبصي في المرايه ايه ده، بتلاقي النص خلص مثلا بالظبط. فانت كمان حتى ما بتقدريش تستحملي شكل التجاعيده بعد ما حقنتي. يعني ممكن تبقى مثلا بعد شهرين لا هي مش 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 محفوره قوي، بس اوريدي انت خلاص اتعودتي على الشكل المفروض. لكن ماسي دروجولد انت كل يوم بتستخدمي ماسي، فانت كل يوم بتزودي التركيز بتاع الفيلر. عشان كده هو ده الفرق طبعا، عشان كده ماسي ما بيديكي تراكمي. يعني بتشوفي تحسن ملحوظ بعد من اول شهر، الشهر الثاني بتشوفي تحسن اكتر، الشهر الثالث بتشوفي تحسن اكتر، فانت كل يوم بتغذي. انت بتعملي اساس بالظبط، عارفه انت بتعملي اساس بتحسني الكواليتي بتاع جلدك طبعا، بتعالجيه مش بتجمليه بس مؤقت. يعني هو مؤقت بس طبعا. البوتوكس والفيلر دي حاجه ناس كتير جدا طبعا بتعملها، وانا مش ضده خالص، وحاجه عاديه قوي وسريعه وبتجيب نتيجه سريعه. بس انا بتكلم بقى ان انت حتى لو هتعمليه اسسي بقى وشك، يعني خلي جلدك يبقى مبني صح طبعا. يعني عارفه لانه زي ما سمعتوا دكتوره دينا بتقول، هو الموضوع بيزيد يعني بيعلى مع طبعًا. ماسي بيتحسن مع البوتوكس والفيلر، انت بتبقي واو قوي وبعدين الموضوع بيبدا ايه يقل فبتعملي تاني. لا العكس بقى هنا، انت بتبداي يوم بعد يوم بتشوفي نتيجه الاحسن، بتشوفي نتيجه. والحلو في ماسك كتير فعلا بتغذي بشرتك بوجبه بروتينيه دسمه جدا. اتكلمنا قد ايه الذهب، على فكره الذهب مش دلوقتي بس معروف للبشره، الذهب من ايام الفراعنه. انت عارفه احنا الحضاره بتاعتنا كان الفراعنه اذكياء جدا، اللي بنوا الاهرامات والناس عباقره، هي كلها اسرار على فكره. فالملكه كليوباترا فعلا كانت بتستخدم الذهب كل يوم قبل ما تنام، والعلماء اكتشفوا الكلام ده عشان كده عرفت تحافظ على شبابها الدائم. عندك الكافيار كله معادن، كله فيتامينز، احماض امينيه، انتي اوكسيدنت، مضادات اكسده. مهم قوي اقول ان ماسي دروجولد غني بمضادات الاكسده. ليه مضادات الاكسده مهمه؟ انت عارفه بعد فتره الوش بيحصل له اكسده وبيطلع حاجه اسمها فري راديكلز او الخلايا الحره. الخلايا الحره دي بتغمق وبتعجز وبتبهت البشره، فطبعا مضادات الاكسده دي بتلتهم الخلايا الحره فما بتخليهاش تنتشر. ماسي دروجولد فعلا لا يتعرض اطلاقا مع حقن الفيلر والبوتوكس، لكن هو بتشوفي كل شهر نتيجه احسن من الشهر اللي قبله. طيب نروح لتقرير، يلا بينا. ماسي دروجولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكليا 10 سنوات
Masidora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Masidora Gold يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Masidora Gold can bring back the beauty of your face and neck. Masidora Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Masidora Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Masidora Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Masidora Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturizing, nourishing and face lifting. Masidora Gold من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Masidora Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. Masidora Gold أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. دكتورة حنان، يمكن احنا شفنا في التقرير انه انتوا ليكوا فروع كتير، تمام؟ يمكن انتوا بدأتوا في البداية بفرع واحد وبعدين توسعتوا لما الموضوع تمام. ما شاء الله يعني، فتقول لنا الفروع بتاعتكوا بقى بالظبط فين، وهل الناس دي كلها بتقدر تتواصل معاكوا زي بعض؟ يعني هل حد ممكن يلاقي صعوبة في التواصل معاكم من اي حد بيشوفنا في اي بلد ما يعني؟ تمام. هو بالنسبة للفروع يا يمنى، احنا ماسي دورو جولد متصنع في ايطاليا زي ما قلنا في الاول، من الالف للياء في ايطاليا. فاحنا الفرع الرئيسي بتاعنا ماسي فارم ايطالي، عندنا كمان فرعين في دبي، ماسي فارم جولف وماسي فارم كوزمتكس لمستحضرات التجميل، وعندنا ماسي فارم ايجيبت اللي هو مقره طبعا في محافظة القاهرة، وقريبا جدا ماسي فارم في يو اس اي فهتبقى تحت الانشاء في ولاية فيلادلفيا. بالنسبة للناس او العملاء، اي حد يا يمنى بيقدر يشتري ماسي دورو جولد. عندنا ارقام مخصصه للطلب في داخل جمهوريه مصر العربيه، في داخل دبي، في دوله الامارات الشقيقه، وكمان عندنا في جميع انحاء العالم، ده غير طبعا صفحاتنا على السوشيال ميديا. دي الارقام اللي بتنزل على الشاشه. الارقام بتنزل على الشاشه طبعا. لينا انت عارفه مش كل الناس دلوقتي بيتفرجوا قوي على التلفزيون، ففي لينا في السوشيال ميديا صفحات السوشيال ميديا، في عندنا كذا صفحه باسم ماسي دورو جولد، ممكن اي حد يطلب من عليها. الجميل عندنا ان شركه ماسي فارم يمنى بتوصل لجميع انحاء العالم، وبتوصل في جوه مصر في اي حته، فاي حد بيتفرج علينا في اي نجح، في اي كفر، في اي حاجه، جوه مركز، جوه كفر، جوه مش عارف اي مكان، اي حد ما يعني بنقول لهم ما يقلقوش خالص. اي حد عايز ماسي دورو جولد ما يقولش مثلا ده انا قاعد في حته بعيده مش هيعرفوا يوصلوا لي، لا احنا بنوصل فعلا يومنا لجميع المحافظات، لجميع القرى، لجميع المراكز. عايز اقول لك احنا بنعمل شغل هايل جدا جدا في مثلا محافظات وجه قبلي، اسيوط، المنيا، الشرقيه والغربيه والمنوفيه. دايما اقول كده حاجه، ان انا فعلا عرفت محافظات في مصر يعني انا فعلا ما كنتش عارفاها. اماكن بقى يمكن اماكن جوه المحافظات. وعايزه يعني ما شاء الله، والناس كلها واضح ان هي انتوا بتبقوا موجودين في الكول سنتر يعني؟ موجودين. احنا متواجدين على طول في الكول سنتر، اي حد عايز اي حاجه بيتصلوا بينا. وعايزه اقول لك ان فعلا يعني انت عارفه كنا دايما بنقول مثلا المحافظات عامه اللي هي اسيوط وسوهاج والمنيا والحاجات دي، ما كنتش متخيله ان هم مهتمين جدا بنفسهم وبنضاره بشرتهم وبشهم كده، يعني فعلا اهتمام عالي جدا. يا جماعه الستات الصعيده دلوقتي بقى حاجه امارات، حاجه ايه ده يعني بجد والله العظيم. انا يمكن
روح كان ليا زياره للاقصر واسوان زمان يعني من السنه اللي فاتت فايه يعني ايه ده دول عارفين اكتر من العايشين في القاهره مظبوط ومتابعين ومركزين وايه يعني والله العظيم واقفين كده يعني وبيسالوا يعني بالظبط دلوقتي على درجه كبيره جدا من الثقافه يا يمنى لدرجه ان هم فعلا يعني بيجيبوا ماسي درجولد ويتابعوا بقى معانا النهارده مثلا الاسبوع ده احنا حاسين بتحسن اكتر من الاسبوع اللي فات لا ده كان فيه هالات سودا اختفت لا مش فتحسي فعلا هم بقوا على درجه كبيره جدا من الوعي ودي حاجه طبعا احنا فخورين جدا بيها وفخورين جدا بشركه ماسي فارم ان هي فعلا بتقدر توصل لجميع انحاء الجمهوريه من غير اي صعوبه وده طبعا بيشجع عملائنا جدا ان هم يطلبوا المنتج طبعا في اي وقت وفي اي مكان يعني دي حاجة كويسة لأنه في ناس كتير قوي مثلا تقولك أنا عايز أجيبه بس مكسلة أنزل هقعد الف فين هقعد مش انتوا مش هو مش موجود انتوا مش حاطينه في الماركت لا هو مش في الماركت هو احنا الوكيل الحصري ليه ده عشان نريح عملائنا ما ينزلوش في مكان طب نجيبه فين طب ده بعيد عننا احنا بيوصلك المنتج لحد باب البيت يعني اللي عاوزه هيشوف ارقام التليفونات دي هيتكلم عليها وانتوا هتبعتوه له بالظبط هنبعته في نفس اليوم او في اليوم اللي بعده بالكتير قوي طيب ميسي كمان يا دكتوره دينا منتج مرخص طبعا يعني انا دايما بنصح الساده المشاهدين ارجوكوا ما تستخدموش اي حاجه الا لما تشوفوا الترخيص بتاعها مترخصه دي يعني هي مرت بمراحل واختبارات وتجارب واتفحصت بشكل كويس جدا علشان حضراتكم تقدروا تستخدموها غير مرخصه يبقى هي معموله تحت السلم بقى ولا معرفش فين وخطر ما ينفعش ان انتوا تستخدموها وغير صحيه بالمره ف كون ان هو يبقى مرخص مش من جهه واحده من ثلاث جهات ده معنى كده ان هو مر بحاجات كتير وتجارب واختبارات وي 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 كتير جدا جدا علشان يصلح لاستخدام الساده المشاهدين طبعا من حق كل الناس اللي بتتفرج علينا انها تعرف ان ماسي درجولد امن جدا تعرف ان ماسي درجولد ملوش اي اعراض جانبيه فيري سيف اول حاجه طبعا هيظهر على الشاشه دلوقتي ان ماسي درجولد مرخص من وزاره الصحه المصريه كمان ماسي دروجولد مرخص من دول الاتحاد الاوروبي وكمان ماسي دروجولد مرخص من الامارات حكومه دبي يعني امن جدا صالح للسيدات صالح للرجال صالح لجميع الاعمار انا على طول بحب اقول ابتداء من 18 سنه لان قبل 18 سنه انت اوريدي او البنوته بتبقى وشها غنيه بالكولاجين وبالمواد كلها فانا على طول بقول بنصح باستخدام ماسي دروجولد ابتداء من 18 سنه بالنسبه لسيدات حوامل كتير بيكلموني ماسي دروجولد صالح وامن للحوامل من بعد الشهر الثالث بعد الثالث اعمل اللي انت عايزاه ايوه هو عامه بعد الشهر يعني كله بيقول بعد الثلاث شهور الاولانيين مش ماسي بس اي حاجه اي حاجه تخلي بالك منها حتى صح. الحركه نفسها مهم قوي فبعد الثالث الست الحامل تهتم بشكلها انت عارفه الست الحامل لو مش مهتميه ببشرتها بتلاقي وشها بيل قوي فماسي دروجولد بيديها بيغذيها بالكولاجين والفيتامينز والذهب والكافيار فهو طبعا امن جدا وعلى طول بقول هو كمان مرخص من حكومه دبي لان احنا عندنا ارقام خاصه بشركتها في دبي الارقام ظاهره على الشاشه كمان يعني ثلاث جهات مختلفه مرخص منها ماسي اذا يعني ده الضمان لانه في ناس كتير جدا بتقول طب انا اضمن منين يعني انه انا يجيب معايا نتيجه مثلا طبعا هو اولا وزاره الصحه المصريه عشان تدينا الترخيص اخذت وقت طويل على فكره يومنا واخذت عبوات عشوائيه من كريم ماسي دروجولد حللتها لقيتها ملهاش اعراض جانبيه لقيتها فعلا مطابقه للمواصفات ولقيتها ان هي فعلا تحتوي على 56 عنصر يعني لما بتيجي وزاره الصحه المصريه بتحلل بتشوف العناصر المكون منها مفيش عنصر مش موجود مفيش عنصر ازيد من اللي احنا بنقول عليه مفيش عنصر مضر او ممكن يبقى ليه اي سايد افكتس اطلاقا يعني دي مهمه جدا برضه يمكن عملاء بيقولوا لي يا دكتوره دينا هل هو يحتوي على البارافين هو لا يحتوي اطلاقا على البارافين ده بريزرفاتيف ماده حافظه اسمها البارافين فهو لا يحتوي اطلاقا بس كتير بيقولوا لي طب انا عايز اعرف مثلا لسه امبارح سيده مكلماني في الكول سنتر عندها بهاء فهي اوريدي حجزت فبتقول لي فهي وهي بتدردش معايا بتقول لي انا جايبه لي البهاء رحت لها لغيت لها الحجز صح الامانه مهمه برضه طبعا في الظروف هو لا دي لا, لا يعالج البهاء اطلاقا يعالج الغمقان لكن البهاء لا بيوحد لون البشره لو فيها غمقان لكن ما بيوحدش لون البشره في حاله البهاء البهاء هي بتمشي مع الدكتور طبعا وما بيعالجش الحبوب النشطه برضه حبوب النشطه بتحتاج كريم فيه انتبيوتكس وحاجات لكن بعد ما انت بتخلصي علاج الحبوب النشطه بتستخدمي ماسي دروجولد عشان يوحد لك لون البشره مهم قوي توحيد لون البشره تحس ان بشرتك لون رقبتك وتحس ان مفيش فرق بين هنا وهنا صح. بالنسبه للستات المحجبات كمان
بمناسبة المحجبات، لأنك بتقولي المحجبات، أنا شايفة أنه في سيدات محجبات كتير جدا للأسف بتهمل في نفسها أو في أنها تعتني ببشرتها يعني، وتقولك طب ما أنا محجبة بقى مش مشكلة، في حين أن هم بيبقوا بيتعرضوا للشمس بشكل مباشر، بينزلوا الصبح لو هي مثلا بتشتغل موظفة بتنزل الصبح في الشمس بتتعرض بشكل مباشر، تيجي بعد كده تقولك طب ما أنا محجبة، طب ما أنت ما بتقلعيش الحجاب في البيت، ما أنت أكيد بتقلعي في البيت طبعا. وليكي زوج وليكي أولاد وليكي مراية بتبص فيها وأنا في رأيي أنه المراية دي ممكن تكون إما سبب تعاسة الواحد إما سبب أنه هو يبقى مبسوط، لأنه ما فيش واحدة فينا ما ببصش في المراية يعني طبعا. خالص طبعا. فالسيدة المحجبة لازم يبقى فيه، خاصة أنه هما لما بيقلعوا الحجاب بيبقى فيه فرق كبير بين صح. هنا وهنا مثلا. ميسي يقدر يحل الموضوع ده؟ طبعا ميسي الحل الامثل لتوحيد لون البشره يمنع، وعلى طول بقول الست المحجبه او المحجبات لازم يعتنوا بنفسهم اكتر من اللي مش محجبات، لان هي مبروزه وشها جدا يعني بيقول لك ان الشعر ساعات نص بيقولوا عليه نص الجمال، او مثلا لو عندك عيب بتقعدي تداري بشعرك لكن الست المحجبه خلاص هي مفيش، ده هو ده اللي باين، فعلى طول بقول لازم تهتمي ببشرتك جدا. وعلى فكره في سيدات محجبات كمان بيهتموا، ومنهم صحابي منقبات ايوه انا اعرف ناس منقبات وبيهتموا جدا، ملهاش علاقه على فكره بحجاب او بشعر او صح. الست هي الست صح. الست ست سواء كانت بشعرها او محجبه او منقبه او ست كبيره في السن حاجه او واحده صغيره صح. او متجوزه او مش متجوزه، لان انا عاوز اقول لك على حاجه، انا بأصعق لما بلاقي مثلا برضو ردود غريبه جدا تقول لك ايه خلاص بقى انا اتجوزت، يعني ايه انت ده انت اتجوزتي دي المفروض انت تعملي يعني عناية اكتر صح. وبعدين هو الهدف انك تتجوزي يعني هو الهدف ان انت بتهتمي بنفسك وبتعملي وبتاع عشان تلاقي عريس او تتجوزي؟ لا طبعا، انت بجد والله العظيم انت بتعملي لنفسك قبل اي حد في الدنيا. وطبعا مهم ان جوزك يشوفك شكلك حلو، مهم ان المجتمع المحيط بك يشوفك شكلك حلو، ما بقولكيش اعملي الاوفر اللي هو يعني اعملي اللي ما يتعملش ولا اي حاجه، احنا اللي بنتكلم فيه ده او احنا ماسي يعني ما فيهوش افوره خالص يعني صح. الموضوع ما فيهوش افوره خالص بقى صح. يعني يمكن ابسط حاجه وبتدي اقوى تاثير بالظبط فاللي هو لا نهمل خالص ونقول لا انا احب ابقى بطبيعتي ولا ان احنا نافور صح. سمعت حاجه غريبه بتقول لا لا انا بحب ابقى بطبيعتي، طب هو ده في تغيير للطبيعه في حاجه؟ ده في تغيير للطبيعه في حاجه؟ بالعكس، الستات اللي بتحب تبقى على طبيعتها بقول ماسي دروجولد على طول. في سيدات كتير بتموت في الميك اب بس بيبان انك انت حاطه ميك اب طبعا بيبان. في سيدات تانية بتحب تبقى تقول لك ناتشرال لوك، ده بيتحقق مع ماسي دروجولد. مع ماسي دروجولد السيدات اللي ما بتحبش الميك اب الكتير والافوره الكتير بالعكس ماسي دروجولد هو الحل، لانه بيديكي نضاره تحفه. انت عارفه لو مثلا عندك الهالات السودا دي وصحيتي من النوم كده بصيتي على المرايه قبل ما تنزلي شغلك قبل ما بتتضايقي جدا. اي ست بتشوف اي مشكله زي دي وتقعد بقى مركزه فيها يمنى للنهار. ايوه احنا بنركز يا جماعه، الستات بتركز يا جماعه، انتوا ليه مش عاوزين تقتنعوا ان احنا كلنا بنركز؟ طبعا صح. وعايزه اقول لك ممكن يبقى في سيدات عندها اولويات، اللي عايزه تمسك تلبس لبس غالي جدا وبراند او شنطه غاليه جدا او اكسسوارز، كل واحده ليها فكرها، لكن كل الستات بتتجمع في نفس الفكره وشها يبقى حلو طبعا اغسله وابقى مبسوطه. انا عاوزه كده، انا مش عاوزه غير كده، ان انا اغسل وشي وابص لنفسي كده الله ايه ده انا مبسوطه صح. انا ما فيش حاجه مضايقاني، لان احنا يعني انا اعرف ناس بتبقى مش طايقه تبص لنفسها في المرايه متضايقه وتبقى لابسه غالي جدا ومتشيكه جدا وراكبه عربيه ساعتها الحاجات دي ما بتبانش قيمتها والله يا يمنى. يعني في ناس كتير اعرفهم بيبقوا زي ما بيبقى شنطه براند والشوز براند ومش عارف ايه واللبس براند، بس بشرتها فيها شحوب او ما بيبقاش شكلها حلو فبتضيع قيمه الحاجه. بالعكس في بقى ناس بيبقوا لابسين عادي جدا وسامبل وجينز وتي شيرت وعادي وبشرتها حلوه جدا لدرجه ان هي تبرز جمال الحاجه اللي هي لابساها. فانا بشوف ستات بسيطة جدا بس اقسم بالله تبصي في وشها ما تشبعيش من البص في وشها عندك وتبقى لابسه طرحه وعبايه وعاديه جدا. ممكن يعني مثلا ايه اقول لك ايه، يعني مثلا ممكن تكون واحده بتساعدك في البيت
مثلا يعني وعلى فكره الناس دي بتسال وبتفاجئ ان بتشتري. صح صح ده اللي انا بتفاجئ بيه ان هي بتقعد تحط القرش على القرش عشان هي عاوزه تبقى شكلها حلو. صح. واحده موظفه في مكان ما مثلا، ستات عاديه زينا زي مش شرط اللي بتلبس براندات. مظبوط. على فكره تبصي في وشها ما تشبعيش من روقانه ما شاء الله، والوش صافي ومنور ورايق. صح. وحلو. صح. صح. فاهمة ازاي؟ يعني مش مسألة بس انه الواحدة تبقى لابسة غالي وتحط كريم غالي، لا انت ممكن تبقي بسيطة جدا وبتستخدمي حاجة غالية بس تساعدك، يعني تديكي ثقة بنفسك. طبعا اكيد. لانه في ناس كتير جدا ستات كتير نفسيتها محطمة، ما عندهاش ثقة في نفسها خالص. صح. خالص. وبتبقى جميلة على فكرة. وبتبقى حلوة، ما فيش ست وحشة يا جماعة، ما فيش واحدة وحشة والله العظيم، بس في ست بتعرف تبين جمالها بحاجات بسيطة جدا في إطار الحياة الاجتماعية اللي هي عايشاها وفي إطار ظروفها اللي هي عايشاها، وفي ناس ما بتعرفش تبروز ده. يعني في ست تعرف تبروز جمالها وفي ست تعرفش او هي بتبقى معتمدة انها حلوة وما عندهاش مشاكل في البشرة وتسيب نفسها. ممكن تبقى السيدة حلوة وما عندهاش فعلا مشكلة باينة قدام المراية، بس لو جبنا بقى مايكروسكوب او حلينا هنلاقي تحت الجلد يا يمنى في ديستراكشن ليفل، والليفل بتاع الكولاجين قليل، الليفل بتاع الهيلورونيك اسيد قليل، الفيتامينز قليله، فجاه في يوم وليله بتلاقي مشكله في بشرتها. طبعا. يعني هي بيبقى في مشكله تحت الجلد ممكن ما تبقاش ظاهره، يعني احنا بيبقى عندنا مشاكل طبعًا تحت الجلد. طبعا طبعا. لكن هي بقى شايفه نفسها حلوه ومش مركزه في ده. طب هو ميسي هيعالج المشاكل اللي تحت الجلد دي؟ ميسي متصنع بطريقه النانو تكنولوجي، يعني كل جزيئاته صغيره جدا بتخترق البشره وبتخترق الثلاث طبقات البشره، فهي بتعالج من تحت الجلد. فدي حاجه مهمه جدا. يعني هو مش للسطح، يعني هو مش بس على السطح كده، لا ده هو بيخترق الجلد كمان وبيشتغل طبعًا عليه. طبعا لو على سطحي، لو سطحي ممكن تحسي انك انت على وش كريم. الحلو في ماسي ان هو متصنع بطريقه النانو، ما بيسيبش اي اويلي على البشره، ما بيسيبش اي دهون على البشره، بيمتص بسرعه جدا، يوميا البشره بتمتص منه 5% من المية. عشان كده بطمن كل الستات اللي بتتفرج علينا، عمرك ما تحسي ان وشك ملزق مع ماسي، مش هتحسي ان في طبقات. مش بس البشره الدهنيه اللي بتعاني من ده، حتى اي نوع بشره ما بتحبش تحسي ان وشها بيلمع او ملزق بالمعنى الاصح. فماسي دروجولد بيعالج الطبقات مش السطحيه، ثلاث من تحت. فدي حاجه مهمه قوي، ما تعتمديش ان شكلك حلو في المرايه، انا ما عنديش مشكله مش هستخدم ماسي، ممكن يبقى عندك مشكله انت مش شايفاها بالعين المجرده. وفي عوامل كتيرة والله يا يمنى جدا. انت عارفه يا دكتوره احنا في حاجات بتطلع فجأة. فجأة. صح. والله العظيم. صح والله فعلا، الحاجات اللي هي الغمقان، البقع الغامقة، وفي عوامل كتيرة جدا، وفي خطوط والتجاعيد. انت عارفه الواحد ساعات لما يزعل شوية يا يمنى يلاقي وشه بقى فيه كبران. مشاكل. والله بجد كبران وتجاعيد وتجاعيد تحت العين وحوالين الفم وفي الجبهة وغمقان بقع مش عارف، وهالات سودة طبعا دي أول حاجة في الاستريس. وفي ناس كتيرة جدا يا يمنى من الكول سنتر برضو، لما بقعد معاهم في الكول سنتر عملاء كتيرة جدا بيبقوا عايزين يجربوا ماسي على سبيل الفضول، يعني مفيش مشكله معينه في البشره، مفيش كلف، مفيش نمش، مفيش هالات سودا، مفيش غمقان، يعني بقع او تصبغات جلديه، بيبقوا عايزين يجربوا على سبيل التجربه. عايزه اقول لك كلهم، يعني العملاء دول بالذات ليهم مكانه كده في قلبي، لان انا بتابع معاهم بقى. كل العملاء يا يمنى اللي اخذوا ماسي دروجولد على سبيل التجربه عايزين بس يشوفوا ايه كريم الذهب ده، ايه الموضوع اللي انتوا بتتكلموا عنه، ايه موضوع كريم الذهب ده. عايزه اقول لك كلهم يا يمنى يعني اجمعوا على حاجه واحده، ان بشرتهم اتغيرت 180 درجه، اللي هم اصلا ما كانش عندهم مشاكل، اللي ما كانش عندهم مشاكل، ما بالك بقى اللي عندهم مشاكل. فعايزه اقول لك كلهم قد ايه بيقولوا ان الوش نور، قد ايه بينزلوا من غير ميك اب، قد ايه بينزلوا في الشمس ما بيقلقوش ان هيحصل بقع وتصبغ، لا بالعكس مديه نضاره وحيويه، مديه صغر في شكل البشره تماما. وحتى اللي خلصوا الكورس اللي هو الست شهور فعلا ما لازم يكرروه، لا هو بصي ما دام هو ما فيش مشاكل، هو ما عندهمش اي مشاكل فهيكرروا لي. وعايزه اقول لك العلاج زي ما دايما بنقول هو علاجي، يبقى بيعالج البشره، بيرجع صبغه الميلانين لمستواها الطبيعي، مش محتاجه ان انا اكرره مره تانية. بس في ناس من حبها في ماسي ومن حبها في كريم، انا اعرف ناس خلاص كتير جدا، انا عايزه اقول 80% من العملاء بتوعنا بيكرروا ماسي فعلا، لانهم يعني قد ايه اداهم غير تماما من بشرتهم، غير من شكل من اسمها خامه الجلد، يعني اتحسنت تماما بنسبه
180 درجه. وفر في الوقت. انت عارفه احنا في كورس العنايه بالبشره، كريم النهار، كريم الليل، كريم لو سيرم تحت العين، السان بلوك، كريم التجاعيد، اللوشن اللي هو او اللي بتحطيه قبل الميك اب، البيز بيتحط قبل الميك اب. فماشي جدول جدول بالظبط، وكل بقى ما بين كل حاجه وحاجه تستني دقيقه عشان البشره تمتص. ازعاج بالظبط. فانت شوف ان ده كان ازعاج. هتشيلي كل الكلام ده ونستخدم ماسي دروجولد في العبوه واحده يا جماعه، هي مش ست، لان في ناس كانوا بيسالونا برضو ان هو ست وكذا حاجه، لا هو عبوه واحده فيها 56 مكون بتحل محل جميع منتجات العنايه بالبشره. فبتوفر لي قد ايه في الوقت، بتوفر لي في المجهود. عايزه اقول لك بتوفر ان انت مش بتنزلي حتى لعيادات بقى الدكاتره تتابعي، مش لان ماسي دروجولد في 56 مكون، في الفيلر، في ماده شبيهه البوتوكس، في الكركوما لونج اكستراكت، مصحح عيوب البشره، ودي ماده مهمه جدا جدا يا امنا، والناس اللي عارفين يعني بيفهموا في حاجات منتجات العنايه بالبشره يعرفوا ان الكركوما لونج اكستراكت من اهم المكونات. من اهم المكونات، واثبتت ان هي في الولايات المتحده الامريكيه رقم واحد في العنايه في البشره اللي هي بيسموها سكين كوركتور. حتى في ناس دلوقتي بقى يحطوا الماده دي على بشرتهم وما يحطوش اي حاجه تاني. هي بتصحح في الماده البشره. الماده دي موجوده بنسبه كبيره جدا جدا. في عندنا ماده الدايميثيكون. الدايميثيكون برضو الناس عارفين ان هي حاجز وقايه ضد فقدان الرطوبه، فبتزود مرونه الجلد، فبتخلي الجلد على طول مترطب بنسبه 100%، وده اللي سر ان ماسي دروجولد ما بيطلعش بعد استخدامه تجعيده واحده، لان هو دايما مرونه الجلد عاليه جدا، الهايدريشن او الرطوبه عاليه جدا، فما بيتكونش اي تجاعيد او علامات تقدم في السن. احنا خلينا نفهم بس الناس انه طول ما الجلد مترطب التجاعيد مش هتطلع بالزبط. بمعنى انه الناس اللي بشرتها دهنيه بتلاقيها بتعجز بعد الناس اللي بشرتها جافه بكتير. يعني الناس اللي بشرتها جافه هي اكثر عرضه لظهور التجاعيد عن اصحاب البشره الدهنيه، لان طول ما البشره جافه هتبقى عامله زي الارض الناشفه، هتلاقيها شققت بسرعه وطلع فيها خطوط وتجاعيد. طول ما البشره مترطبه ولو انت بتستخدمي ماسي، يعني ده اللي احنا عايزين نوصله لكم، انه البشره هتبقى مترطبه على طول، فمش هيحصل فيها اي خطوط او تجاعيد. ناس كتير هتقول طب ما انا استخدم اي كريم مرطب، مش ده اللي احنا بنقوله خالص، لان هو علاجي. احنا ما ننساش دايما يا يمنى بنقول ان ماسي دروجولد يا جماعه مش تجاعيد فقط. ماسي دروجولد الجميل اللي فيه انه بيعالج التجاعيد وعلامات التقدم في السن، وبيعالج عيوب البشره، عيوب البشره، الغمقان، التصبغات الجلديه. ما فيش منتج يا يمنى بيعالج كل الحاجات اللي ماسي بيعالجها، التصبغات الجلديه، البقع الداكنه، الهالات السوداء، الكلف، النمش، شحوب الوجه، كل المشاكل دي بيقدر ماسي دروجولد يعالجها بلس او بالاضافه الى التجاعيد. طيب في ناس برضو يا دكتورة دينا عشان بيسألوا بيقولوا احنا الصبح بنصحى بنلاقي لسه في دهب على وشنا، ده يتغسل يعني ولا يتساب ولا يتعمل؟ لا طبعا يتغسل، كلنا بنصحى من النوم بنغسل وشنا. الدهب اللي موجود خلاص، هي البشره امتصت الكميه الكافيه، لان هو ماسي دروجولد غني بنسبه كبيره جدا من الدهب. فانت لما بتصحي من النوم حتى لو شفتي جولد بارتكلز، خلاص هو البشره امتصت القدر اللي هي عايزاه من الدهب. بتغسلي وشك عادي جدا وبتنزلي. عايزه تحطي ماسي دروجولد الصبح حطيه، وما تحطيش واقي شمس. لو مش هنحط ماسي دروجولد الصبح بنستخدم الواقي الشمس بتاعنا. فانت بتصحي من النوم حتى لو لسه في جولد بارتكلز بنغسلها، ما فيش اي مشكله. مش هيأذي النتيجه بتاعت الكريم يعني. طيب نروح لتقرير ونرجع نكمل كلامنا مره ثانيه. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار، والكولاجين، والهايلورونيك أسيد، والسيراميد، المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد
خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Masidora Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. Masidora Gold من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Masidora Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. Masidora Gold أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. يعني انا ملاحظه انه طول الحلقه احنا عمالين نتكلم عن السيدات وناسين خالص الرجال، واحنا يعني احنا مش عنصريين ولا حاجه ولا في مشاكل بيننا وبين الرجال ولا اي حاجه خالص، يعني الحمد لله بجد والله العظيم انا شخصيا بحترم الرجل جدا وبحترم ان هو رجل، يعني ست ست والراجل راجل، بس الرجاله دلوقتي كمان بقت بتهتم بقى بنفسها، بقى الترند مش زي الاول. وممكن في شريحه كبيره بتتفرج علينا دلوقتي تقول لك ايه هم دول عمالين يتكلموا عن الستات، طب واحنا طيب البتاع الكريم اللي بيتكلموا عنه ده ينفع لينا ولا ما ينفعش؟ مش قادره اقول لك يا يمنى، عملاء من الرجال بكتير عندي يعني مبسوطين جدا بماسي، ما بقاش زي الاول. اول ما كانتش رجاله او رجال بتهتم قوي ببشرتها، بالعكس دلوقتي بقى عندنا عملاء كتير جدا من الرجال، هو مناسب جدا للرجال لانه عالج كتير، زي ما انا بشوف العملاء اللي عندي عالج هالات سوداء، عالج تجاعيد، شد الجلد، ماسيدورا جولد بيشد البشره، دي حاجه مهمه جدا، وحد لون بشرتهم. يمكن ساعات بلاقي رجال يقول لي ايه احنا عايزين، بيعملوا اوردر بيقول انا هاخد العلبه دي ليا انا ومراتي يستخدموها مع بعض، هما الاثنين يستخدموها، فعلى طول بقول له انا بنصح ان العبوه هي العبوه بنقول كورس كامل للفرد، عشان كده احنا مش عاملين عبوات صغيره، لان كتير يقول لي احنا يا دكتوره دينا ما فيش عبوات صغيره، انا بقى لي 3 سنين بقول ما فيش، برجعوا تاني يسالوا. احنا بنتكلم في علاجات قويه، بنتكلم في كواليتي جلد، بنتكلم في علامات تقدم في السن، فلازم يتاخد الكورس كامل. فبقول يعني لما الحاجه تبقى صغيره تزعله، أيوة. ولما الحاجه تبقى كبيره تقولوا اعملوا لنا حاجات صغيره، صح. يعني صغيره دي يعني مش هتعمل حاجه، لا لا يمكن هتعمل، ممكن تعمل نضاره تعمل حيويه، لكن تجاعيد وحاجات سودا والكلام ده لا طبعا. فبقول للعميل ما عنديش مشكله بتستخدمها انت وزوجتك، بس قبل ما الكورس بيخلص بتبقى جايب التانية، عشان اكنك انت بتقسميها، لكن لازم تاخدي الكورس كامل 120 ملي. فلا عندي من الرجال كتير وعندي من الشباب كتير، يعني مش رجال بس كبار في السن، لا الشباب من هي عندها 20 سنه بتستخدم ماسي دورو جولد ومبسوطه فعلا بنتيجته. يعني ماسي منتج يصلح للرجال وللسيدات مش للسيدات بس. ورجال كمان يا يمنى بيتعرضوا للشمس كتير، بيشتغلوا اكتر من الست، فبيبقاش عندهم وقت ان هم يهتموا قوي ببشرتهم، فماسي دورو جولد وفر عليهم كتير جدا، في اقل من دقيقه، نص دقيقه الصبح، نص دقيقه بالليل او نص دقيقه بالليل فقط، بيقدر انه يدي نضاره وحيويه لبشرته، بيعالج بشرته لو فيها اي عيوب، ويقدر بقى يكمل باقي اليوم عادي من غير اي مشاكل. ويستخدموا عادي على هنا هم يمكن اكتر حته عندهم بيشتكوا منها، مظبوط الحتت دي، مظبوط عشان في غلاف بقى دقنها، صح، فالحتت دي والحتت دي يهتموا بيها جدا جدا, جداً. والكورس بيكفي لمده 6 شهور، بيعالج تماما اي غمائم موجود في البشره، في الايد، في الجبهه، في اي مكان موجود في الايد، ممكن الناس تحطه على ايديها طبعا، وخصوصا اللي عايز بقى، وفي تجاعيد كمان بتظهر في الايد مش بس غمائم، يعني بيبقى ساعات في غمائم بقع او كده، في ساعات كلف بيظهر في الايد برضو يا يمنى، كمان في التجاعيد اكتر حته يبان عليها تجاعيد الرقبه والايه والايد، يعني اللي عاوز يدلع نفسه زياده شويه بالزبط. ممكن يحطه على الحته. انا بشكركم على وجودكم معايا النهارده، ضيوف الاعزاء دكتوره زينة ابو السعود ودكتوره حنان الحسيني. احنا حلقتنا خلصت، تقدروا تبعتوا لي كل اسئلتكم واستفساراتكم على صفحتي الشخصيه اللي هتبان لحضراتكم على الشاشه دلوقتي. احنا بنقابلكم يوميا الساعه 3 عصرا والاعاده بتكون 8 صباحا. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معاكم يمنى طولان، سلام عليكم.